السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا مزيانين، نتمنى تكونوا في صحه جيده. في هذا الفيديو هذه ان شاء الله غادي نمشي نحضر لواحد الندوه صحفيه ديال رئيس البعثه ديال المنتخب الوطني لرياضه المكفوفين وضعاف البصر. غادي نمشيو نحاولوا نعرفوا بهذا الرياضه هذه اللي مسلطاش عليها الاضواء. وهذه الندوه الصحفيه غادي تكون لحساب المنتخب الوطني اللي راه مشارك في البطوله الافريقيه في مصر في هذا الاسبوع هذا. المهم نخليكم مع الفيديو. في البداية كنحيي إخواني الصحفيين على هذه الالتفاتة النبيلة والتي أعتبرها بدلة حسنة. واليوم سأتحدث عن المنتخب المغربي للذكور والإناث لكرة الهدف للمكفوفين، واللي هما الآن في طرق بوست إعدادي بمعدل 20 سنة منذ 3/2020 إلى غاية 25/2020 من الشهر الجاري. الحمد لله تدريب مكثف جدا بخطى ثابتة، وعندنا اتصال دائم بالسيد مدرب المنتخب الوطني الأستاذ عبد الرحمن المعيزي حسب تصريحاته وأقواله، يقول بأنه كاين هناك أمل إن شاء الله بالفوز باللقب، لقب كأس إفريقيا للأمم اللي غادي يتنظم الاستاذ الرحمن الرحيم في بورسعيد المصري. وكذلك عندنا اتصال مع المشرف على هذا التربوس الاعدادي بمناشد سنه، يقول بانه الحمد لله كاين تدريب في جو هائل وكاين انسجام ما بين اللاعبين. واللي بغيت نشير له كذلك وهو ان المنتخب المغربي للاناث غادي يكون الاستاذ الرحمن الرحيم عنده اول تجربه اول مشاركه خارج الوطن، وكنتمناو لهذا المنتخب مزيدا من التألق والنجاح وتحقيق واحد النتائج اللي هي ايجابيه. وكذلك اما بالنسبه للمنتخب المغربي للذكور، الحمد لله عنده تجربه واسعه عده مشاركات خارج الوطن، وكذلك كيمتاز بواحد اللاعبين اللي هما في مستوى عالي، وكنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم المنتخب الفوز باللقب لقب كاس افريقيا للامم اللي غادي تنظم ان شاء الله الرحمن الرحيم في بورسعيد المصري. واللي بغيت نقول كذلك ان الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه المكفوفين وضعاف البصر برئاسه الاخ ياسر الحمشي اللي عنده عمل متواصل مشكور عليه، وكذلك كيقدم خدمات جليلة للرياضة والرياضيين. والحمد لله الجامعة وفرت واحد الظروف اللي هي رائعة، وفرت ظروف ملائمة بمحمود رشيد لا على مستوى التغذية ولا على مستوى الإقامة ولا على مستوى التدريب من أولها إلى آخرها. وكذلك بهذه المناسبة كنحيي جميع أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية لرياضة المكفوفين وضعاف البصر، واللي بغيت نقول كذلك الطاقم الطبي حاضر محمود رشيد، وكذلك الطاقم التقني حاضر، الطاقم الإداري حاضر، وكاين الحمد لله انسجام ما بين اللاعبين والطاقم التقني والطاقم الإداري والطاقم الطبي. كل واحد كيلعب الدور ديالو كما يجب، وحنا دائما في تواصل مع الإخوان والأخوات المشرفين على هذا التربوس بمحمود رشيد. واللي بغيت نقول كذلك ان المنتخب المغربي للذكور والاناث ان شاء الله غادي تكون الانطلاقه ديالو البورسعيد المصري، فخلاص احنا ان شاء الله احنا غادي نرافقوهم كرئيس بعثة ديال المنتخب الوطني للذكور والاناث في يوم الخميس القادم على الساعة 8:00 ليلا من مطار محمد الخامس الدار البيضاء إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى بورسعيد. وبهذه المناسبة باسمي وباسم أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية لرياضة المكفوفين وضعاف البصر وجميع المغاربة داخل الوطن وخارجه، نتمنى للمنتخبين الفوز باللقب لقب كأس إفريقيا للأمم، وغادي تكون ان شاء الله واحد البادره اللي هي ممتازه جدا. اولا غادي في حاله اذا فازوا باللقب
غادي يتأهلوا للألعاب البارالمبية طوكيو 2020 اللي غادي يكون التنظيم ديالها إن شاء الله الرحمن الرحيم في الشهر القادم. وبهذه المناسبة أيضا بغيت نشير للمنتخب المغربي لسيسي في كرة القدم للمكفوفين أنه فاز بكأس إفريقيا بلقب كأس إفريقيا ضد ديار نيجيريا في 1/12/2019 واللي أهلوا كذلك يشارك في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. فهنيئا للمنتخب المغربي لسيسي فوت، أول رياضة جماعية اللي كتأهل للألعاب البارالمبية طوكيو 2020 على مستوى المغرب. هذا أنا كنعتبره إنجاز كيبقى في التاريخ. كذلك المنتخب المغربي لألعاب القوى للمكفوفين حتى هو شارك في بطولة العالم بدبي اللي تنظمت في دبي 11/11/2019. الحمد لله كاين بعض اللاعبين لألعاب القوى اللي تأهلوا للألعاب البارالمبية طوكيو 2020. وبهذا المناسبة أيضا اللي بغيت نقول وكنستغل أود أن أرفع نداء لجميع الجهات المعنية والمسؤولة باش تمد يد المساعدة للجامعة الملكية المغربية لرياضة كرة مدافع البصر باش تقدر تحقق ألقاب أخرى، وخاصة هاد الجهات المعنية والمسؤولة خاصها تمد الدعم للجامعة باش تقدر تحقق ألقاب أخرى في المستقبل. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا العمل حتى نحقق جميع الأهداف اللي احنا جينا من أجلها. أنا كنعتبر هذا السفر ديالي مع المنتخب المغربي للذكور والإناث ولا الطاقم التقني ولا الطاقم التربي كنشكلوا أسرة واحدة. إن شاء الله يكون السفر كله حيوية، كله انسجام، كله تفاهم، وإن شاء الله الجولة تكون أسعد بالفوز باللقب لقب كأس إفريقيا للأمم. لهذا غادي يكون إنجاز كبير ويبقى في التاريخ. سي كمال واحد السؤال. نعم. بصفتك مبعوث مع المنتخب الوطني لرياضة المكفوفين وضعف البصر في النهائيات ديال كأس إفريقيا مقابل مصر بمدينة بورسعيد، يعني يمكن لك تقربنا من هذه الرياضة لأن ما مسلطاش عليها الأضواء، ويعني شحال منتخب كيكون في هذه النهائيات هذه وشكون المنتخبات اللي جاوا مع المنتخب المغربي؟ هذه الرياضة ديال كرة الهدف للمكفوفين هي كتلعب باليد وفي الداخل ديالها واحد الجرس، ودائما الشخص الكفيف كيركز على حاسة السمع. فاش كتلعب أي مقابلة وخاصة في هذه الرياضة كتكون أذان ساقية، ثلاثة ديال اللاعبين مقابل ثلاثة، وكتلعب الكرة اللي شجع الآخر كيتطلب الهدف، وحتى الكرة يقدر اللاعب يدير أخطأ، يقدر يدير ضرب الجزاء، يقدر كذا، يعني كاين مجموعة الأخطأ، وكيكون حكم كيشوفوا. ولكن فاش كتكون تلعب هذه الكرة خص الجمهور، يعني خص السكوت، خص ما يكونش ضجيج داخل القاعة. علاش؟ لأن الكفيف اللاعب المكفوف كيركز على حاسة السمع. وكذلك بالنسبة للمنتخبات اللي غادي تشارك في كأس إفريقيا للأمم اللي غادي تنظم إن شاء الله في بورسعيد، غادي تكون مجموعة ديال المنتخبات حوالي 12 منتخب، وكنتمناو المنتخب المغربي الفوز باللقب، وغادي تكون الرياضة الجماعية الثانية اللي غادي تأهل الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. وكذلك احنا بصفتنا كرئيس البعثة ديال المنتخب المغربي للذكور والإناث البورسعيد المصري غادي نركزوا على المستوى النفسي ديال جميع اللاعبين، لا على مستوى الإناث ولا على مستوى الذكور، وغادي نحاولوا ما أمكن باش يكون انسجام ما بين جميع اللاعبين حتى إن شاء الله ننجحوا العمل، ونطلب من الله سبحانه وتعالى نشرفوا المملكة المغربية بصفة عامة والجامعة الملكية المغربية لرياضة الكرة وضعف البصر بصفة خاصة أحسن شريف.
شكرا. وبالنسبه لشكون المنتخب اللي مرشحينه باش يفوز باللقب ويمثل القاره السمراء في اولمبياد طوكيو 2020؟ شكون المنتخب اللي مرشح بقوه دابا؟ الان عندنا زوج ديال المنتخبات اللي هما معروفين عالميا على المستوى الافريقي. كاين مالي وكاين المغرب، هادو معروفين على المستوى العالمي. علاش؟ لانه في بالنسبه لسيفوت كرة القدم اللي الكوفيل فاش مشاو يشاركوا في كاس افريقيا في اواخر شهر 11 2019، المقابله النهائيه كانت كتجمع المنتخب المغربي والمنتخب المالي. دائما المنتخب المالي واحد المنتخب اللي هو فاعل، كيعطي نتائج مهمه، عنده لاعبين في المستوى. الى جانب ذلك كاين المنتخب المغربي حتى هو الحمد لله عنده لاعبين كيمتازوا بلياقه بدنيه قويه، وكذلك كيمتازوا باخلاق. وكنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم يحققوا واحد النتائج اللي هي ايجابيه ويشرفوا المغرب ككل. واش تكون الانطلاقه ديال الرحله لمصر؟ ان شاء الله غادي تكون في الخميس القادم، مثلا الخميس القادم 27/2020 على الساعة 12:00 ليلا من مطار محمد الخامس الدار البيضاء إلى القاهرة ومن القاهرة إلى بورسعيد. شكرا. بالتوفيق. في الأخير كنحيي إخواني الصحفيين على هذه البادرة والتي أعتبرها بديلة حسنة، وكذلك كتدخل في التعريف بجميع الرياضات التي تمارسها هذه الشريحة من المكفوفين المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكفوفين وضع في المسار. وشكرا لكم، وكنحييكم تحيه اخويه صادقه نابعه من اماكن الفخر.